أبنائي وبناتي، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن Chapter 4 Business and Social Responsibility. تكلمنا قبل كده عن الجزء الأولاني اللي هو يعني إيه Ethical Behavior. خلينا نعدي بسرعة ونراجع الجزئية دي. قلنا عبارة عن إيه الأثيكس، وقلنا إن الأثيكس عبارة عن Rules. الرولز دي مهم جدا جدا ان احنا نكون عارفين ان هي ستاندردز. الستاندردز يعني عبارة عن معايير، المعايير دي هي اللي بتgovern الconduct of person of a person or a group. ايضا هي principles، يبقى اتكلمنا عن حاجة اسمها ماكرو وحاجة اسمها مايكرو. principles اقدر ان انا اغيرها from time to time نتيجة تغيير السوسايتي وايه هو الصح وايه هو الغلط. كلمنا عن الترانسبيرنسي وقلنا ان الترانسبيرنسي عبارة عن ايه، الشفافية، يعني كل واحد في الليفل بتاعه يكون له responsibilities واثوريتيز، وبالتالي مش لازم ان انا اكون فاهم وعارف في كل حاجة، لأ. The degree to which information flows freely within an organization among managers and employees and outward to stakeholders. كل واحد ما يعرف الجزئية اللي تخصه من المعلومات فقط. وبالتالي برضو جزء من الethical behavior لازم ان انا اكون عارف الinsider trading. What's the meaning of insider trading؟ يعني how to use of unpublicized information that individual gains. مش معنى اني انا عندي معلومات معينة ولكن غير معلنة، يبقى لي الحق ان انا اتصرف فيها واخدها حكر عليا وان انا استخدمها في مثلا في الستوك ماركت. لا، كل واحد even لو في عندي معلومة لكن تخص الشغل بتاعي وغير معلنة، ما اتعاملش معاها نهائي على انها معلومة خاصة بيا. ايضا يعني ايه ethical behavior من الاخر كده بعد ما شفنا الموضوع؟ competing fairly and honestly، منافسة بنزاهة وامانة. communicating truthfully، being transparent not causing harm to others. ثلاثة فاكتورز مهمين جدا جدا هي اللي بتحدد لي الethical behavior. cultural differences، بالتأكيد كل culture بيختلف عن الكالتشر بتاعه، من السيمبلز للكلام للتعاملات للكلام ده كله لازم أكون واخداه في اعتباري. knowledge، المعرفة بتاعتي هي الاكسبيرينس، هي التعلم، هي كل الحاجات دي كلها برضو بتأد أو بتأفكت either positive or negative على البيهيفير كأثيكال وايز. وأهم حاجة هي الأمبريلا بتاعتي اللي هي الأورجانيزيشنال بيهيفير. كل أورجانيزيشن بيبقى لها البيهيفير بتاعها اللي بنقدر ان احنا ناخده من حاجة اسمها الكود اوف اثيكس. الكود اوف اثيكس it's a written statement. ليه written؟ علشان اقدر ايفالويت، عشان اقدر ميجر. بيبقى فيها حاجات كتيرة جدا، steps كده معينة. You are not allowed to do this. You are allowed. It's right. It's wrong. كل ده اللي يخص الorganization بتاعتي. يبقى it's a written statement that sets forth the principles that guide an organization's decision. هل أنا أقدر أبلغ عن المخالفات؟ يعني الwhistle blowing؟ Yes. يبقى إزاي إن أنا أبلغ؟ يعني إيه مخالفة؟ يعني أنا قلت أو عملت حاجة illegal وunethical مع أو للأذرس في من قبل إيه within the organization. يبقى الwhistleblowing، الإبلاغ عن المخالفات، it's a disclosure of information by a company insider that exposes illegal or unethical behavior. ما ينفعش أني أنا علشان شغال في شركة يبقى أعمل أي ممارسات illegal unethical، ما ينفعش. ساعتها لازم أن أنا whistleblow. في عندي نوعين من
المشاكل. في عندي ethical lab وفي عندي ethical dilemma، الاثنين at the end مشاكل. لكن لما أنا أتكلم عن الethical lab، الethical lab هي عبارة عن مشكلة أو situation لكن اتعملت من خلال individual، فرد واحد فقط هو اللي ابتدى يتعامل بطريقة morally wrong، illegal or unethical. أنا دلوقتي دخلت في الشركة وابتديت إني آخد فلوس مقابل إن أنا أيسر لك حاجة في المناقصة، وغيري بيتعاملوا بطريقة very honest، يبقى أنا اللي ابتديت المشكلة دي، أنا الوحيد اللي فيها، يبقى بتتسمى المشكلة دي ethical lab. لما حد يشوفني ويستسهل الموضوع ده ويبتدي يتعامل، فبقت الحالة من الانديفيدوال للايه لمور ذان وان سايد اوف الايه الايشو، على طول ابتدت انها تتحول لمشكلة اخلاقية، مشكلة ابتدت انها تبقى على المدى البعيد او على المدى الكبير الماكرو، فتحولت من الاثيكال لاب للاثيكال دايلما. اعمل ايه علشان اواجه الاثيكال دايلما؟ زي ما انا قلت ان في عندي ثلاث كلمات مهمين جدا. First I have to recognize the situation very well وrespect it. يعني ايه؟ اشوف، ما اقولش لا ماشي المفروض، لا 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 لا، في situation حصل I have to recognize it من كل الجوانب بتاعته، وابتدي respect اني حصل الحاجة دي، وبالتالي هنا هبتدي افكر بطريقة objective يعني موضوعية، واشوف ايه هي parties جميع الاطراف اللي might be affected، وبالتالي لما هثينك بوزيتيف للسيتويشن معين واخد في اعتباري كل الاوضاع بتاعه الاطراف كلها، وما احاولش ان انا شخصن الامور واقول ايه، واقول لا ده انا كنت فاكر ان الناس هتعمل كده او مش الناس هتعمل كده، لا مفيش الحاجات دي كلها. وانس ان انا فكرت بطريقه اوبجكتيف هبتدي ان انا اتعامل مع الموقف بطريقه صحيحه، وبالتالي الاتيتيود بتاعي بيبقى بوزيتيف. خد بالك من مصطلح مهم جدا جدا، conflict of interests. What's the meaning of conflict of interests؟ conflict of interests تضارب المصالح. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن اتنافس بطريقه اني توصلني لاثيكال لاب. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اني ادخل في مناقصة اقول انا هستفيد منها ايه؟ طب ما دي حاجة تبع الشغل، لا ما انا اللي هيسر الامور، وبالتالي انا عايز فلوس، انا عايز بونص، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. once ان انا في شغل يبقى لازم ان انا ابقى طول الوقت toward الشغل من غير ما يكون في عندي conflict of interests. ايه هي الابروتشز تو ريسولف الاثيكال دايلما؟ لازم يكون عندي حاجات مكتوبه في الكود اوف اثيكس، زي الجاستس. الجاستس يعني العداله، وقلت ان كل كلمه كل ابروتش السمري بتاعه بيرفلكت وان كي وورد هي اللي بتبين يعني ايه الجاستس. الجاستس يعني انا بتريت البيبل equally or the least fairly in a way that makes rational and moral sense. لازم يكون في عندي utility النفعية. بمعنى ايه؟ ازاي ان يكون عندي اني بديليفر the most good for the most people. كل واحد له المنفعة بتاعته، طالما جوه الأمبريلا بتاعتي يبقى لازم يكون كل واحد عنده المنفعة بتاعته. individual rights و individual responsibilities. ما هو responsibilities؟ ايه هي duties of the individual؟ لكن لازم قبل ما احط duties of the individuals لازم اشوف I respect the right of all individuals. اشوف
كل واحد له حقوق، وايه هي الحقوق بتاعتي وايه الديوتيز بتاعتها. وانس ان انا فكرت بالطريقة المايكرو، يبقى بالاخر هيكبر هيكبر بما لا يخالف الانديفيدوال رايتس للكومن جود. الكومن جود يعني الصالح العام. يبقى انا بانفيسايز الكواليتيز اند كونديشنز ذات ايه بنفيت ذا كوميونيتي از ا هول. از ا هول لازم يكون عندي سيفتي، ما ينفعش ان انا اعمل شغل يضر بيه البيئه، لا. وفي الاخر في عندي الفيرتشو اللي هي الفضيله، الانفيسايز ديزايربل كاركتر تريتس such as انتجريتي اند compassion. دي هي الكي ووردز والابروتشز اللي ممكن تريسولف الاثيكال دايلما. في عندي مصطلح مهم جدا جدا جدا، اني اللي هو بيسمى بالكوربريت سوشيال ريسبونسبيليتي. واتس ذا مينينج اوف كوربريت سوشيال؟ المسؤوليه الاجتماعيه للشركات. زي ما لك حقوق عليك واجبات كاي بزنس، وفي نفس الوقت انت بتاخد البروفيت بتاعك علشان انت قاعد في البلد دي، في البلد اللي انت بتشتغل او عامل البيزنس بتاعك فيها، وبالتالي انت زي ما بتكسب منها لازم تديها. لازم تديها ايه؟ لازم تديها خدمات، لازم تديها حاجات تحاول انها تاد فاليو، لان في الاول وفي الاخر احنا بنسعى او الدولة بتسعى انها تعمل لك quality of life. يعني ايه quality of life؟ الدولة موفرة لك ايه وموفرها لك باني طريقة؟ بطريقة وحشة، بطريقة كويسة، بالكواليتي كويسة. يبقى علشان add value للquality of life، لان الحكومة مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها، ايد لوحدها ما تسقفش، وبالتالي هي اللي بتقدر عليه بتعمله. ولكن فين بقى البزنس مان؟ فين البزنس نفسه؟ هل هو فعلا هيقدر انه يسستين، يستمر في بيئة ممكن هو يقدر يعمل فيها حاجة بوزيتيف اكتر ولا لا؟ هو ده الكوربريت سوشيال ريسبونسبيليتي. يبقى الكوربريت سوشيال ريسبونسبيليتي ذا ايديا ذات بزنس هاز اوبليجيشن to society beyond the pursuit of the profit. يبقى لازم يكون ليها التزام ناحية المجتمع. طيب الالتزام يعني ايه؟ دايما الاند يوزر او المستهلك بتاعي بيكون عايز the highest benefit من اي حاجة، من التعليم، من الرعاية الصحية، من الهيلث كير، من البرودكت نفسه، هل هو سيفتي يوز ولا لا. ولكن أنا اللي يهمني كبزنس إن أنا أجين بروفيت، أجين بروفيت. لكن هل البروفيت ده هيساتسفاي الكاستمر من غير ما يحس انه هو بيخدمه بطريقة indirect؟ عشان كده في عندي حاجتين مهمين جدا جدا لازم ابص عليهم، الستاندرد اوف ليفنج والكواليتي اوف لايف. اتكلمنا عن الكواليتي اوف لايف وقلت ان الدولة هي بتسعى الى انها ازاي تدي لك كواليتي كويسة الى حد ما، في التعليم وفي الصحة وفي كل الحاجات اللي بتعملها. لكن الفكرة ان الشركات بتسعى لتحقيق بروفيت، لكن البروفيت ده هل هو بيأد فاليو للمجتمع ولا لأ؟ ندي مثال. لو انا بعمل منتج بيخلي فيه انبعاثات خارجية كتيرة جدا بطريقة مش حلوة، يعني بيعمل تلوث، بس أنا المنتج بتاعي بيحقق مكاسب كتيرة، طيب هل الدولة هتسمح لي بكده، أو هل أنا من جوايا هسمح بإني ألوث المجتمع أو الـ يحصل فيه عندي تلوث بيئي علشان أكسب؟ ده السوشيال ريسبونسبيليتي. وبالتالي لازم
companies cannot hope to operate profitably without the many benefits provided by stable functioning society. ساعتها بقى أقول أنا علشان خاطر أخلي السوسايتي بتاعي كويس وما فيهوش أي pollution، ساعتها أقدر أعمل منتج صديق البيئة، أو إن أنا أحط فلاتر، أحط أي حاجة، المهم إنها تمنع هذا التلوث. يعني ده معناها إني لازم أبص على نوعين مهمين جدا للتطوع أو الدونيشن. في عندي حاجة اسمها الفيلانتروبي ورك، وفي عندي استراتيجيك سي اس ار. الاثنين دونيشن اوف ماني، لكن امتى ادونيت كأنا بعمل عمل خيري، وامتى اتبرع ادونيت وتتسمى سي اس ار كوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي. الفيلانتروبي ورك والاستراتيجيك قلنا ان احنا الاثنين واحد، ولكن لما اجي اتبرع علشان انقذ حاجه معينه ملهاش علاقه او مش هتاد فاليو بالنفع على البيزنس بتاعي دايركتلي، ساعتها هو ده العمل الخيري. يبقى the donation of money, time, goods or services to بعمل charity، بعمل education، بديها ال educational institutions، لكن مش هتعود بالنفع المباشر للبزنس بتاعي، هو ده العمل الخيري. طيب يعني ايه استراتيجيك سي اس ار؟ استراتيجيك اني انا ادونيت حاجة، او ان انا اساهم social contribution that are directly aligned with the company's overall business strategy. هديكم مثال. لو انا حاولت ان انا اعمل ميدان او اعمر شارع او امهد شارع، الشارع ده هيوصل في الاخر للمكان بتاعي او للشغل بتاعي، بحيث انه ما يبقاش عندي شوارع مكسرة او الكلام ده كله، ده هو اسمه CSR. لكن لما اروح اضبط شارع او امهد شارع في الصعيد وانا في القاهرة، ده اللي بيتقال عليه ايه؟ philanthropy work. السوشيال ريسبونسبيلتي هي ما ابتدتش على طول او كانت اوبليجيشن للناس بطريقه دايركت، لا، احنا قلنا ان الفيلانتروبي ورك جيفينج ماني تو كوزز ان ريليتد تو ذا كومبانيز لاين اوف ذا بزنس. خلاص عرفنا الكلام ده، تعالوا نشوف بدايه السي اس ار. سي اس ار مسؤوليه اجتماعيه للشركات. انا كان يهمني في اي بزنس ان انا اكسب فلوس وخلاص واحقق بروفيت، وبالتالي ما كانش حد فاكر اني او اني ان انا احاول ان انا اطلع فلوس من غير ما انا احصل على اي فايده او اي بروفيت، ده حاجه لذيذه. فكان الحد الادنى للشركات المينيماليست، الكومبانيز دونت هاف social responsibility beyond earning money and obeying the law. ده law ما عندهمش الكونسبت ده. لما جه ابتدى ان الشركات تعمل الموضوع ده، قال لك الله، ده احنا ممكن نعملها بس بطريقة ايه؟ علشان نماركت للبزنس بتاعنا، اني انا بعمل الموضوع ده، ان انا بمهد الشارع ده عشان خاطر المجتمع، فالكاستمر يحس بلويالتي اكتر وريليشن شيب افضل ما بينه وما بين المنتج اللي بيعمله. الله ده صديق البيئه، الله ده بيعمل لنا ادينج فاليو من غير ما يجين اني بنفيت. هنا ابتدت فكره المسؤوليه الاجتماعيه اللي هي زي ما بنقول السينيكال، يعني حاجه ايه زي يعني اضرب عصفورين بحجر. Companies use the CSR as a marketing ploy to distract attention from their self-centered behavior. بعد كده لما ابتدى ان الحكومة عايزة تعمل حاجات كتيرة جدا لكن ما عندهاش من البادجت،
فأصبحت الشركات بطريقة غير مباشرة إنه لأ لازم نعمل كده، يبقى بقت من cynical ل defensive. Companies engaged in CSR only after being shamed or forced. ده الناس كلها أكلت وشنا، ده لغاية دلوقتي البزنس ده ما عملش adding value للمجتمع فما ينفعش، فابتدوا إن هم يفورست على إنه يعملوا الموضوع ده. وبالتالي بقت إن أي حد عايز يتعامل مع الموقف بحرفية يبتدي يتكلم في حتة إن إحنا عندنا مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع، فأصبح كل واحد يبقى في عندي proactive companies have responsibility to help society beyond simply paying taxes and obeying the law. يبقى مش بس إن أنا مسؤوليتي إن أنا أدفع ضرائب وأطيع القانون، لأ ده أنا بأد فاليو في إن أنا بعمل حاجات تفيد المجتمع وتظبط الانفراستراكشر أو وات ايفر اللي موجودة في الدولة. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تعملها الشركات كوسيلة دفاعية الـ NGOs الـ Non-Governmental Organization. يعني إيه؟ الorganization is not seeking for profit، لكن هي مش بتسعى إلى تحقيق أرباح قد ما هي بتسعى إلى إنها تعزز وتنهانس وتسولف وتشوف القضايا البيئية environmental causes. يبقى non-profit groups that provide charitable service or promote social and environmental causes. هي خدمية لا تسعى لتحقيق ربح، هي يعني منظمات تنموية بتحاول انها تعمل خدمات خيرية وللبيئة. لما بتكلم عن المسؤولية الاجتماعية towards natural environment هتعمل ايه؟ يعني هم هيعملوا ايه ك natural environment؟ أول حاجة لازم إني ما يبقاش في عندي business بيجنريتي البولوشن، بيحاول إن هو يولد تلوث، تلوث بقى بكل المفاهيم بتاعته، تلوث بيئي إداري whatever أي حال، أو لو بنتكلم على natural يبقى التلوث البيئي. وبالتالي لازم إني أبتدي أستهلك أو use the resources the best use. ما أقدرش أهدر، ما ينفعش أهدر، طالما المية عندنا بالكتير يبقى أخدها كده for granted، لا ما ينفعش. يبقى الأول لازم إن أنا أشوف إزاي إن أنا هستخدم المصادر resources بتاعتي the best use، وإزاي إن أنا ما حاولش إن أنا أجنريت البولوشن. يعني ايه كناتشرال؟ يعني اشوف الهيلث، الهيومن هيلث، ايه السيفتي بتاعته؟ هل هو المنتج اللي انا بعمله ده سيفتي بالنسبه لي، سيف بالنسبه لي الاند يوزر؟ الغابات اللي انا بقطع منها مثلا الاشجار او بتعامل معاها على انها ريسورسز، هل مجرد ان انا بيوزت ولو مثلا عندي حاجات ممكن تنقرض لا استفيد منها واحاول ان انا use it the best use. الريفرز، الوايلد لايف، الى ما غير ذلك. ما اعملش منتجات المنتجات دي ممكن تاثر على البيئه في الاخر، ما ينفعش. وبالتالي مهم جدا 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 اني لازم يكون انا هضحي بايه علشان خاطر البيئه. هتكلف فلوس ازيد، هضحي في اني مش هقدر ان انا اعمل المنتج ده بالطريقه الصحيحه اللي انا كنت متخيل فيها علشان again more profit and profit. We have to balance between the natural environment والبزنس بتاعي، واحاول اني في الاخر what I'm seeking for ان انا بسيكس فور الكواليتي اوف لايف والستاندرد طبعا اوف ليفنج بتاع الكاستمر بتاعتي. يبقى علشان خاطر أخلي الحاجة measurable وأخلي لها
اني لازم تفولو 1 2 3 4 علشان الامور عندك تبقى كويسة. يبقى في efforts to conserve resources and reduce pollution. ده حقيقي الدولة عملت كده، اللي بيها اني في حاجة اسمها carbon trade، يعني ايه الحاجات اللي ممكن تعملها علشان خاطر تحاول يبقى في عندي a type of environmental policy that gives the company some freedom in addressing the environmental impact. ما هو انا مش هقدر امنع الحاجة 100% ولكن هقدر eliminate، وبالتالي لازم اني احد من الانبعاثات، احط فلاتر، البس حاجات معينه مضاده للحاجه دي. دي اللي بنقول عليها الايه البوليسي، انفايرمنتال بوليسي. ايضا في قوانين يقول لك لازم قانون مثلا كلين اير، عشان يبقى في عندنا الكلين اير لازم يبقى في 1 2 3 4 5 كلين ووتر. كل الحاجات دي اللي بيها اني اهي هي دي بالنسبة لنا الـ Code of Ethics، اللي بالنسبة لنا الحاجة اللي هنمجر عليها. لو انت عملت الحاجة بالطريقة يعني you followed the rules يبقى انت زي الفل، لكن لو ما عملتش كده بالتأكيد هيحصل لك development. هل في حاجة اسمها Corporate Social Responsibility ناحية الـ Employees؟ الله، هو في حاجة اسمها المسؤولية الاجتماعية ناحية الموظف؟ طبعا الموظف لازم ما يبقاش او ما يتقيمش بناء على اللون بتاعه او هل هو ديانة او ميوله whatever في اي حاجة. لا، لازم اني او اني انا مش عايز ان انا اشغل ستات واشغل رجاله. لا، يبقى الديسكريميناشن لازم ان انا اخده في الاعتبار، اني افويد ما يبقاش في عندي تمييز. in a social and economic sense denial of opportunities to individual on the basis of some characteristics that has no bearing on their ability to perform in a job. لا، انا عندي كرايتيريا، عندي في الجوب ديسكريبشن عندي ايه هي الاثوريتي وايه ريسبونسبيلتيز بتاعتك والحاجات دي كلها. مش معنى ان انا مش بحب اتعامل مع رجاله او ستات يبقى يحصل فيه ديسكريميناشن. لا، ما ينفعش الكلام ده. برضو لازم ان يكون عندي واحده من ضمن مسؤوليات السوشيال responsibility اللي هي حاجة اسمها الأفيرماتيف أكشن. يعني إيه الكلام ده؟ أنا مهم جدا جدا إن يكون في عندي أعمال أو عمل إيجابي، أبتدي إن أنا أشوف الأكتيفيتيز الأندرتيكين باي بزنس تو ريكروت أند بروموت ممبرز أوف جروب هوز إيكونوميك بروجرس has been hindered through either legal barriers or established practices. يعني ايه الكلام ده كله؟ اني ايه هي الاكتيفيتيز اللي انا هاخدها علشان اموف اون كنشاط اقتصادي. زي ما احنا قلنا في المدارس الادارية اني مهم قوي قوي اني اراعي جزء البيهيفير بتاع الموظف، اني اراعي المكان، اني اراعي ما يبقاش في عندي discrimination، اني طول الوقت اسابورت ذم ايموشنلي. دي كلها حاجات بتادي في الاخر ل افيرماتيف اكشن اللي هي العمل الايجابي، وازاي اني احقق بروفيت من خلال ان انا واخد بالي كويس قوي 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 من الجوانب الاخرى اللي حتى ممكن تكلفني فلوس لكن في الاخر هتاد فاليو وهيبقى في عندي حقيقي سستينبل ديفلوبمنت. بالنسبه لي من هنا قدرت ان انا اعرف ان السوشيال ريسبونسبيليتي مهم قوي 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 اني اتعامل معاها بطريقه
سليمة بمعنى إيه؟ بمعنى إني لازم أتعامل مع الموقف بطريقة سليمة، يعني إني أتعامل إزاي؟ إني لازم يكون في عندي most successful business operate with socially responsible business practices. تاني حاجة being socially responsible، لازم إن أنا أشوف النيدز، يعني أنتجريت النيدز والفاليوز والأوبريشن، لازم أبص على الصورة كاملة، وبالتالي لازم أبص على الستيك هولدرز أصحاب المصالح، أشوف السوشيال ريسبونسبيلتي بتاعتي شكلها عامل إزاي، أتعامل مع الموقف بطريقة حرفية بطريقة صحيحة. إزاي أعمل الـ types of responsibilities؟ types of responsibilities 3 حاجات لازم أخدهم في الاعتبار. لازم أشوف الـ ethical organization needs to cover differences area of responsibility and consider the social consequences of their actions. يعني إيه؟ يعني لازم أخد في الاعتبار حاجات كتيرة جدا. الأول الليجل، لازم أشوف الأكت، القوانين اللي بتوبليجيت تو ميك ليجل ريكويرمنتس، يبقى لازم أبص على الهيلث اند سيفتي ستاندردز اند فير تريتمنت، هل في عندي تأمين صحي، هل في عندي حاجات بتخلي المكان كانفايرمنت سيف ولا لا. تاني حاجه فاينانشال، يعني ايه؟ يعني في عندي حاجه اسمها فاينانشال ethics covering everything، سالاريز تبقى صح، طريقه الدفع ما اقعدش ان انا ما اعرفش هاخد مرتبي امتى، ازاي ان يكون في عندي رو ماتيريال كويسة، مش حاجات مش علشان رخيصة يبقى خلاص، as well as the price of manipulating the customer، ولازم ان انا احدد السعر بتاعي بطريقة سليمة. تالت حاجة philanthropic، يعني ايه الحاجة الفيلانتروفي can come from donation service education environmental program، كل الحاجات دي لازم اكونسيدرت في الانفايرمنت its own type of social responsibility. 3 حاجات مهمين جدا هما اللي بيحددوا ازاي ايه هي التايبس اوف التلاته دول. لما يحصل في عندي conflict ما بين السوشيال والبزنس responsibility، طبعا اكيد في حاجات بيبقى ليها conflict. Sometimes social and business responsibility بت conflict. يعني ايه؟ يعني اصلا ما ينفعش ان انا اقعد كل شوية اعمل social responsibility وده يبقى مقتطع من الربح بتاعي، من البروفيت shareholder او stakeholder مثلا. حاجة كمان لازم علشان اخليك فعلا ترضى بحتة ان يبقى في عندي كستيك هولدرز في عندي كوميتمنت كسوشيال ريسبونسبيليتي، اشوف ده هل هو ده هيأثر على الربح بتاعي ولا لا. يعني ده معناها اني ابتدي اني اسكيل، يعني ما ينفعش ان انا اعمل كل حاجة مرة واحدة، المهم في الاهم، واشوف ازاي ان انا هحقق السوشيال ريسبونسبيليتي واحده واحده من غير ما اضر على البروفيت. لما يكون عندي لين ايرنينج، ايرادات مش قد كده، ام اند بور ايكونومي،
هل انا هقدر ابالانس بين السوشيال ريسبونسبيلتي والكمباني جروث؟ بالتاكيد اني لازم يكون في عندي بالانس علشان خاطر ويبقى في عندي arrangements للحاجات دي علشان ما يبقاش في عندي الكونفليكت اللي ممكن يحصل فيما بعد. في عندي حاجة اسمها ethical decisions. ايه هي الethical decisions؟ الethical decisions اني it's possible ان يكون في عندي ethical decision. لما باجي باخد قرار يبقى بالتأكيد في عندي two ethical people to make different decisions in a situation. واحد بيكون عايز حاجة والتاني عايز حاجة تانية. طب في البزنس اعمل ايه؟ لازم ابص على الكود اوف ethics بتاعة الكمباني بتاعتي ولازم understand الethical dilemma and the ethical decision making process. يعني I think objective مش subjective. عندي خمس حاجات مهمين جدا لما اجي اطلع الethical decisions. في ناس ممكن تستخدمهم كلهم، في ناس لا بتستخدم شوية منهم ولا. طب ايه هم الخمس حاجات دول؟ اول حاجة utilitarian approach اللي هو الابروتش بتاع اليوتيليتي. يعني ايه؟ اشوف ايه هي الكونسيكونسز بتاعه السيتويشن، وهل الهدف بتاعي ممكن ياثر على السيتويشن بطريقه نيجاتيف ولا لا. ادي اول حاجه. الرايت اشوف ايه هي الرايتس اوف اول انفولفد ديفنس ذس ابروتش، وابتدي ان انا اريسبكت ذا رايت. زي ما احنا قلنا بنريكوجنايز بنريسبكت، يبقى لما بنريسبكت هيبقى في عندي فيرنس ولا لا؟ طبعا. ولازم يبقى في بتريت الناس كلها ايكوالي. A fairly based standard is used to determine actions that are unequal such pay rates. والكومن جود طبعا اللي هو طبعا الصالح العام، اني لازم اشوف ايه هي السيستم اند لوز ار كرييتد تو انشور ذا ويلفير اوف ذا رفاهيه كل واحد. الصالح العام بما لا يخالف الفيرتشو، ان يكون في ان انا اكون honest، ان انا يكون في عندي kindness love patient and courage to guide behavior. خمسة ethical standards لازم اخدهم في الاعتبار، ولازم اني ابالانس بين البيرسونال والاورجانيزيشنال ethics الانديفيدوال رايت. لازم اشوف ايه هي الethical الethics بتاعتي towards the personal و towards the organization، واشوف الديسيجنز هل هي بتأفكت inside الكمباني only ولا inside والoutside الwork. ولازم ان يكون علشان اطلع الethical decision صح بما لا يخالف الكالتشر بتاعي البليفز الفاليوز، وانها تكون برضو بما لا يخالف الـ workplace decisions. وبالتالي لازم ان يكون في عندي الـ ethical standards، الـ code of ethics مهم جدا جدا جدا. لما طلع ethical decision لازم يفلو من فوق لتحت، من المدير للايه؟ لمن الـ leadership للناس اللي تحت. والـ leadership all the time لازم ي enhance الـ ethical decisions، يعززها يبروموتد. بالتأكيد لازم هيحصل فيه البيرسونال والبروفيشنال ethics والكراش. ناس بتكون عايزة حاجات لكن ممكن تبقى مش صح، وبالتالي لازم هنصطدم على الحاجة. ولازم أكون عارف إيه هي الموست important and what will do the most good of the parties involved. ايه هي الكومن دايلما؟ ايه المشاكل اللي ممكن تواجهني؟ في عندي حاجات كتيره زي الاونست اكاونتنج براكتسز، الممارسات المحاسبيه، ان انا ما يبقاش في عندي كونفليكت اوف انترستس، و لو حصل لي حاجات كتيره جدا الريسبونسبيلتي فور ميستيكس اقوم محمله، لا مش انا، ده هو اللي عمل، واكون دي مسؤوليتي انا، واقوم كاذب واقول لا. في حاجات ممكن الادفيرتايزنج ذات از اونست اند موست مسليدنج،
اعمل اعلان، الاعلان ده مش صح، بكذب على الكاستمر، او اجريمنت وذ كومبيتيتورز، يبقى في عندي لعب من تحت الترابيزه مع المنافسين، اظلم العمال الليبر ايشوز، في عندي رشاوي برايبس و اند كوربريت سباينج، التجسس والرشاوي والحاجات دي كلها. كل الكلام ده مين اللي بيجفر؟ اللو، هو اللي بيجفر ethical organization will make the right decision regardless of legal issues. عشان كده لازم طول الوقت الكود اوف ethics موجود، طول الوقت انهانسد واشوفه بيزد على السيتويشن بتاعنا، ولازم طول الوقت اترين الامبلويز علشان يو بيهاف ان هم يتعاملوا معاه بالطريقه السليمه. علشان اشوف الاثيكال ديسيجنز، في عندي 5 خطوات مهمين جدا. اشوف السيتويشن الاول، واجاذر الانفورميشن، اجاذر الانفورميشن بطريقه ايه؟ بطريقه اوبجكتيف، يعني ابص على كل البارتيز اللي موجوده وايفالويتد evaluated بناء على ايه؟ على الethical standards اللي في الكود اوف ethics اللي كان محطوط، واشوف هل الديسيجن ده صح ان انا اقدر ان انا advertised ولا لا، وابتدي ان انا انفذ الديسيجن بالطريقة السليمة. علشان اتغلب على العواقب لازم يبقى في عندي حاجة emotionally، مش ان انا افولو rules وخلاص، لا، لازم يبقى في عندي sympathized. يعني ايه؟ ابتدي اني يعني ما احاولش ان انا هاجم الـ unethical people، لا، اتعامل معهم بطريقة بحرفية اكتر، اشوف السيتويشن واشوف ايه هي الاسباب اللي خلتهم يرفضوا ان هم او ان هم يتعاملوا بطريقة unethical، واخلي جزء منهم في الصورة. يعني ايه؟ ابتدي لو انت كنت مكاني كنت هتعمل ايه؟ ابتدي احطهم في موقف مسؤولية، اشوف السبب، ما هو ممكن يكون السبب انا السبب لكن مش قادر اني اخد بالي في الموضوع ده، وطالما ابتديت اني اخد القرار اللي انا عارف ان هو صح لاني I did follow كل الحاجات الستبس اللي انا بعملها، لازم استي firm واشوف طبعا البريكوشنز، يعني be prepared to defend yourself. هنا انا خلصت الشابتر بتاعنا.